كابتن عمرو، اهلا بيك، مرحبا بحضرتك في الويلكوم. أهلا بيك. ايه الاستعدادات منتخب مصر الويندو الاولى لتصفيات كاس العالم دلوقتي؟ طبعا احنا دخلنا المعسكر امبارح، عملنا قياسات طبيه، والنهارده كانت اول تمرينه. الاستعدادات الناس كلها داخله متحمسه، والمجموعه كلها يعني قلب رجل واحد عايزه تعمل حاجه للمنتخب. عندنا الفتره الجايه الاسبوع ده تمرين في القاهره، وبعد كده عددنا ممكن يقل شويه، نروح اسكندريه نتمرن اسبوع ونلعب 3 ماتشات وديه قبل الويندو اللي هيبقى 1/7 ان شاء الله. شايف فرصة مصر، منتخب مصر ازاي في قد ايه في الوصول لكأس العالم، خصوصا مع الصعوبة، مع هنقابل منتخبات صعبة زي السنغال، كمان ان هي المراحل بتاعتها المشوار هيبقى صعب، فشايف مشوار مصر، نسبة تأهل مصر قد ايه؟ المشوار صعب، وزي ما حضرتك قلت الفرق قوية، بس احنا الجيل ده يستحق ان هو يعمل حاجة. وجود المحترفين، وجود ورجوع اصلا مرعي من دوام المنتخب، دي حاجه كبيره. اللعيبه بتاعت دوري الجامعات اللي هتنضم لينا ان شاء الله تكون لنا اضافه كبيره. الجيل ده اللي موجود، الناس اللي شاركت في افكو باسكت، يعني يستحقوا ان احنا نعمل حاجه. عندنا مواهب كتير، معانا جهاز فني عالمي، ان شاء الله يعني نقدر نظهر بشكل كويس ونقدر نفس المنتخبات دي. الصراحه كمان اتحاد الباسكت في دعم كويس جدا، ان احنا تاخدها 3 ماتشات وديه، دي حاجه كويسه جدا قبل البطوله. وان شاء الله كمان فيها يبقى اول شهر 8 بيقولوا في مصر بتكون مستوى عالي جدا، ده اللي كنا بنفتقده الفتره اللي فاتت. يمكن ظروف الكورونا برضه اثرت، بس ان شاء الله يعني نقدر اللي احنا نقوله ان احنا نعمل اللي علينا ونشتغل قد ما نقدر عشان نقدر نعدي يعني ان شاء الله. ايه الحاجه اللي منتخب مصر محتاجها بالظبط علشان ان هو يقدر يتاهل؟ محتاجين زي ما حضرتك قلت، اكتر حاجه بتفرق معانا الاعداد القوي، دي هتفرق مع المجموعه. احنا بنلعب ماتشات مع بعض والكيمياء بينا تزيد عشان نقدر نخش على الماتشات الرسمية فورمة كويسة. احنا فريق دلوقتي كويس، عندنا تحت الباسكت عناصر جامدة جدا، عندنا في بره لعيبة كويسة، احنا أقوى تشكيلة جت من فترة كبيرة، إن شاء الله يعني نقدر نتوج ده من خلال ما كنا في الملعب ووصلنا لكأس العالم. مستقبل مصر في السلة شايفه عامل ازاي؟ هل احنا في تطور يعني يكون الناس متفائلة بيه، ولا احنا لسه بعيد شوية؟ لا بالعكس، احنا متحسن جدا، ده الدوري عندنا بقى اقوى كتير، الشعبيه بتاعت الباسكت رجعت تزيد تاني، عندنا مواهب كتير بره مصر في دوري الجامعات، وفي شباب كتير ابتدى يظهر حتى كمان في الدوري المصري كويس جدا في كذا نادي. فيا لا، المستقبل ان شاء الله يكون بتاعنا، وبعوده الناس اللي في الجامعات كمان، في لسه في كذا لعيب قالوا ان هم ممكن يكونوا انضموا معانا الويندو اللي جاي او في شهر 2. طبعا كل الحاجات دي هتقدم اضافه للسله المصريه، مع وجود خبرات ولعيبه زي عاصم ولعيبه زي انس وايهاب امين، وكل الاسماء دي يعني اكبر شويه من الشباب الصغير، يقدر نعمل يعني تشكيله قويه ننافس بيها الفرق الافريقيه. ناخد نرجع شويه للدوري المحلي، ايه سر تفوق الاهلي السنه دي في البطولات عن السنين اللي فاتت؟ يعني السنه الاهلي كسب الدوري وكسب المرتبط وكسب الكاس، فايه اللي اختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ طرف ثاني، يمكن احنا يعني انسجمنا مع بعض اكتر. اول سنه تبقى صعبه شويه، ان كان في صفقات كتير، كان انا وعمر طارق ومنيب واحمد حمدي، يمكن 5 صفقات دخلوا على الفريق. الفريق كمان كان شايل السنه اللي قبله عامل 5 6 صفقات، دي يعتبر كان شكله اتكون. طبعا كوتش اوجستين جالنا السنه دي، قدر ان هو كان زي ما بيقولوا يعني هو كان السنه دي هو الام في بي بتاع الفريق، هو اللي قدر يحط نظام وقدر يحط حاجات كتير، يعني حافظ على اوضه اللبس ويعمل حاجات كتير جدا، ادت في الاخر ان احنا نقدر نكسب. احنا لعبنا بجماعيه في كل الماتشات، وما كانش عندنا نجم، ما كانش يعني فيش نجم اوحد للفريق، كله كان بيعمل الدور اللي الكوتش حاطته له وبيخلص فيه، وكنا قلب رجل واحد. وده في الاخر اكيد كان فيه كمان توفيق، ان انت احنا كنا تعبنا جدا، بس في الاخر بيبقى في ماتشات محتاج توفيق ان انت تعدي قدام منافسين صعبين، التوفيق بيفرق طبعا. فقدرنا الحمد لله نفوز بكل البطولات. شكرا جدا.